السلام عليكم. تنتمنى التلاميذ يكونوا اذكياء، ما يديروش الحاجه القبيحه اللي تخرج عليهم وتخرج على مستقبلهم. علاش اللي ما يفكروش يكونوا تهم مزيانين ويقراو؟ علاش دابا تصبوا لهذا الاستاذ مسكين في هذه العواقب هذه؟ ماشي حشومه عليهم، هذا ما داير دابا يدو له برجله، بالعكس هو اللي تيعاونهم وتيعلمهم الاحسان ويقراو وداك الشيء. ودابا شوفهم صلاو في الاخر، جاي العائله ديالهم تيقول لك سمحوا لنا. علاش نسمحوا لهم؟ يبغيو مال يدير لهم لولادهم داك الشيء. في الاول يربي ولادهم باش ما يوصلوش لذاك النتيجه. انا راني ما نقدرش انا نصبر على هذا الشيء، هذا الظلم، هذا ما نبغيش هذا الشيء حتى لولاد الناس. عسى كنت نشوف انا ولدي في هذه الحاله هذه، حشومه كاع، عيب هذا الشيء في المجتمع يكون. خاص واحد شويه الترابي، اللي تيلقوا ولادهم سير سير سير، وفي الاخر يمشي يجلس واحد بارع اللي ما دار حتى شي حاجه تيمشي ضحيه فيها بسبب مخدرات. تعطيني الفلوس ما تعطينيش، اجي نجريسك نضربك نهرسلك رجليك ونخليك جالس في ركنه. علاش زعما؟ شنو دار؟ حشومة هادشي، عيب يكون عندنا حنايا في المغرب ديالنا. أنا كنت في الدار وبا تعطل، قلت له فين هو الولد؟ قال لي راه ضربوه، دابا غادي نطلعوه للطبيب. مني شعر داك الشعر ما ماشي هو هذاك، ما قدرتش نصبر في الحقيقة. نحماق شنو غادي يوقع لي؟ تقدر أنت تشوف ولدك في هذا المنظر هذا؟ ما يمكنش. واحد لا شتيه في الزنقة بحال هادشي ويبقى فيك، عساك ولدك. هادشي حشومة، هادشي عيب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.